متواصلين وياكم بسهرتنا الرمضانية كل يوم أحد اثنين أربعاء وخميس، ومع نجومنا أكيد اللي ينورونا كل يوم واتصالاتكم. طبعا خلوني أذكركم أنه إحنا حاليا لايف ببث مباشر بالصوت والصورة عبر تطبيق أم بي سي مود وتطبيق شاهد في آي بي، وأكيد عبر أثير البانوراما. اليوم منورنا بالساعة الأولى ضيف جامع بين مهنتين، ما أعرف شلون جمع بيناتهم. اليوم ضيفي الفنان والدكتور مؤيد الثقفي. يسعد مساك مؤيد. ومسائك يا أهلا وسهلا، ومساء المتابعين، إن شاء الله تبارك علينا وعليكم، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. شكرا لك. ومن أجمل الأشياء صراحة في رمضان، وفي هي أجواء اللي دائما نسمعها في الراديو اللي أنت تحيونها، يعطيكم العافية. شكرا لك مؤيد. مؤيد، أول شيء قبل أي مقدمة، شلون جمعت بين الفن والطب؟ أيوة. طب على أول شيء يعني أنا أكو قصة. أي يعني هي سالفة طويلة صراحة، لكن وكان طيب خلينا نرجع. أنا دخولي في عالم الفن كان تقريبا من 2011 من خلال منصات اليوتيوب، كان على مسلسل سعودي تكي. بدأنا من ذاك الانطلاقة، وفي ذيك الأثناء كنت ما زلت طالب طب، يعني ما زلت أني أدرس في الطب. فكان في عندنا يعني مساحة جيدة أني أقدر أمارس، أني أكمل دراستي وأمارس الفن اللي أنا أعشقه وأحبه وأجد متنفس فيه، يعني أني أكون كفنان. فأجمل لحظاتي هي من يعني على قولهم أنسلخ من مهيد وأجسد وأتقمص شخص آخر. فهذه بالنسبة لنا الفنانين والزملاء الفنانين دائما أسألهم هذا السؤال: إيش أجمل ما يعجبك في الفن أو في التمثيل على وجه الخصوص؟ ويقول إني أعيش لحظات أخرى بتفاصيل أخرى، بشيء بشخصية ثانية، بتقمص، بحيثيات، بتفاصيل، تعيش الكاركتر، تبحث فيه أكثر، يعني بهذا. لكن حتى لا استطرد الموضوع لأنه أنا ترى استطراداتي كثيرة، بس سالف كيف جمعت بينهم الاثنين صراحة ما هو سهل، حتى أكون صريح ما هو سهل، لكن تنظيم الوقت ودائما نحاول التوازن ما بين الفن والطب. لكن في الأخير ودائما كانت يعني الناس يقولوا لازم تختار، لكن أنا ما زلت صامل أقول بإذن الله الاثنين عينين في راس، ولن يعني أحاول إني بالعكس وهذا التواصل في السوشيال ميديا إني حاولت أجمع ما بين شهرتي اللي اكتسبتها من الفن ما بين العلم والطب اللي عندي، وهذا أعتبره ذكاء علمي إني أقدم للناس محتوى صحي من خلال منصات السوشيال ميديا. فعلا واللي يتابعوك على السوشيال ميديا حيشوفون انك حريص على انك تنزل اعمالك الفنيه وبنفس الوقت انك تنشر معلومات طبيه. بالضبط، هذه هي المعادله اللي حاولت اوصلها، خصوصا انه قليلين الناس اللي يعني في ما بين المجال الطبي والفن، يعني من سبقوني دائما يقول لك في اي مسار او اي مجال انت مقبل عليه دائما اتخذ يعني الشخص قدوة لك أو شيء. حاولت أني أجمع، لكن نظرت العالم العربي في الأستاذ يحيى الفخراني في هذا، بس أغلبهم تركوا. صحيح. قاعد أبحث مين في ما ترك، فشكلي أنا اللي حكون يمكن أنت أول واحد. طيب أحتلنا مؤيد على عمل صراحة ترندينج حديث رمضان، عمل يعني شفنا فخامة بالإنتاج، بالتمثيل، بالقصة، واللي هو سفر برلك، ومشاركتك به من خلال شخصية رضوان. صحيح. أول شيء أنا أتشرف أني أكون جزء من فريق العمل هذا كممثل بشخصية رضوان على عجالة. سفر برلك هو يحكي قصة أو يوثق حقبة تاريخية، وعمل ملحمي تاريخي. للسادة المتابعين أنصح الجميع إنه يتابعه، مو بس عشان أنا فيه، طبعا أكيد إن أنا فيه، لكن لا فعلا من الأعمال اللي أفكر فيها وعمل قيم، يعني أصداء الآن اللي قاعد يأخذها العمل فعلا. الجميع أصداء رائعة جدا. يحكي قصة أربع شباب من مختلف الدول العربية، أحدهم اللي مثل في القصة اللي هو أخوي الكبير يعتبر الفنان عبد الرحمن يماني. أربع شباب أثناء تجنيدهم في الحرب العالمية الأولى
وش صار من قصص إلى أن مست القصة تدور جزء كبير من قصة سفر برلك اللي هو تدور في المدينة المنورة. فنحن في خط المدينة المنورة، عمل كبير، عمل درامي يوثق حقبة مشتركة بهم عربي، كان لأنه كان النفير الجماعي يعني كان في ضحايا ومآسي كثيرة يعني نظير هذا سفر برلك. طبعا سفر برلك باللغة التركية تعني التهجير أو النفير العام، وهذا اللي صار، والعرب كانوا جزء من الاضطهاد اللي صار في هذا الشيء يعني. طيب عمل كبير، العمل طبعا كان آخر أعمال الراحل حاتم علي الأستاذ الكبير القدير حاتم علي، من ثم تولى كفة القيادة الأستاذ الليث حجه. فأنا أتشرف، وكلمة دائما أقولها أني من آخر الكاركترات اللي تم اختيارها من قبل الفنان حاتم الراحل حاتم علي. فالحمد لله أني من ضمن هذا العمل، وأشكر MBC وأشكر جميع من اللي وضعوا الثقة فيني أن أكون جزء من هذا العمل. طيب مؤيد، تحكي لنا عن شخصية رضوان تحديدا. رضوان هو شخص في عمر تقريبا 21 سنة 20 سنة في هذا العمر، شخص يعني أكبر تروما تعرض لها أو أكبر صدمة تعرض لها في حياته هو أنه شاف مقتل عمه وهو في سن صغيرة. تمام. على يد اللي هم العثمانيين. فبالتالي نشأ وهو في يعني في دائما في ظل أنه يعني يبي يتحرر من الظلم اللي كان هو عايش فيه، بيتحرر بياخذ بينتقم لعمه، بينتقم للظلم اللي صاير لأهل المدينة المنورة. فيعني رضوان شخصية ولدت من رحم المعاناة على قولهم، لكن تبلورت بقيم عالية جدا، بقيم انه يكون رجل مع الحق، رجل شجاع الحق. اي نعم هو صغير في السن وفي تهور شوية، لكن التهور في الشخصية جميل وحبب الناس فيه، يعني هذا اللي ملاحظه، وإن شاء الله أكون أنا جسدته بشكل جيد. طيب خلينا نسأل، شخصية رضوان راح تكون نهايتها سعيدة ولا حزينة؟ أوه هذا أنا أقدر أقول لكم، ممكن اليوم وبكرة يعني اللي يتابع شاهد اليوم حيعرف، اليوم حيعرف شو راح يصير مع رضوان، اليوم اللي بشاهد اللي بيتابع شاهد اللي يتابع MBC بكرة حيعرف إيش صاير في رضوان. طيب لكن اللي أقوله إنه إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير. حسيت راح يموت. أنا ما بقول أي كلمة، لا ما أقول شيء، أنا ما بقول أي كلمة على رضوان يعني، بس كاركتر صراحة حبيته كثير رضوان والله. يعني إيش قد يشبهك رضوان؟ إيش قد يشبه رضوان مؤيد بالصفات؟ يعني رضوان ما يشبه مؤيد، بس يشبه أي شاب عربي طموح شجاع يحب الحق، ذو قيم عالية، عنده قيمة الأسرة عالية، قيمة مجتمعه عالية، قيمة وطنه عالية، يدافع عن أرض وطنه دائما. فبالنسبة لي رضوان ما هو همي أنا، يعني ما هو قريب مني، بس أحس إنه قريب من الناس كلها، من الناس كلها، لأنه كلنا نتشارك، يعني كلنا نتشارك هذا الشيء، خصوصا في العمر هذاك. والشيء المميز في رضوان كان إنه لا يقتنع بحكمة الكبار كثيرا أو هدوءهم، ما نقول حكمتهم، بهدوءهم تجاه الظلم اللي قاعد يصير في تلك الحقبة يعني. بالتالي أنا أشوف إنه كذا، رغم إنه عندهم وجهة نظر، فالنقاش هذا دائما يصير يعني في 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 العشرينيات دائما ما بين الأجيال أو نقاش الأجيال. إنه أنا أشوف نفسي صح وأنتوا صح، لا طيب ما أدري إيش، بس في الأخير بنشوف يعني رضوان. بنشوف رضوان اليوم إن شاء الله على شاهد إيش راح يصير فيه. على شاهد. حمستنا أكثر وشوقتنا أكثر يا مؤيد. طيب من سفر برلك خلينا نشوف شنو جديدك من بعد رمضان، شنو الأشياء اللي قاعد تحضر لها، خصوصي إنه في عندنا بوست يقول قريبا، وهذا قريبا على صاحبك الدكتور. شو راح تسوي؟ هو صاحبك الدكتور هو هذا اللي لما تفضلت قلت لحضرتك يعني جعلت أفكر في السوشيال ميديا، حاب أقدم شيء للناس وشيء أترك له أثر وأثر جيد وذو نفع. يعني أنا الفن بالنسبة لي أترك أثر، لكن في الشيء اللي هو ما بين التخصصين، ما بين الفن والشهرة اللي يعني الله أعطاني إياها، ما بين الطب والعلم اللي عندي، فقررت أني أسوي وأكون قريب من الناس، ومن خلال تأثير صحي توعوي بمقاطع بسيطة تثقيفية ترفيهية اللي هو صاحبك الدكتور مؤيد، هذا هو السلوغن حقي. هو هذا من أنت؟ إذا أحد سألني من أنت، قلوا أنا صاحبك الدكتور مؤيد. يا أهلا وسهلا. طيب على الصعيد الفني شنو محضر لنا؟
أو شنو قاعد تتحضر لبعد على رمضان؟ الصعيد الفني في كم شغلة قاعدة تنطبخ بإذن الله تعالى. والله ما أقدر أتكلم فيها، لكن شخصيات دائما جديدة. ام بي سي ستوديو، وخصوصا انا ما يعني اتشرف اني من ضمن احد المواهب اللي موقع مع ام بي سي تالنت، مجهزين امور كثيره صراحه، متفائل جدا. ف يا رب نلاقي النجاح ان شاء الله. يا رب تستاهل كل الخير مؤيد. الله يسعدك ويطول في عمرك. شكرا وسعيد لك. سعيد جدا صراحه بهذا اللقاء. شكرا، نورتنا اليوم، وشكرا على الحديث الحلو، عرفتنا اكثر احس على مسلسل سفر برلك او تحديدا شخصيه رضوان. شكرا لتواجدك ويانا، وان شاء الله المره الجايه تنورنا بالاستوديو. انا بس اطلب من المستمعين كلهم، اذا اطلب منهم شيء تفضل، لا تفوتكم، لا يفوتكم سفر برلك، لا يفوتكم والله. عمل مو بس انا فيه، عمل ثقيل من العيار الثقيل، ان قلنا ملحمه تاريخيه، ان قلنا في عمق، ان قلنا في عمق درامي، ممثلين كبار، شيء جميل صراحه. وشاكر لك وقتك، وشاكر الاستضافه، ويعني انا في الاخير ولدكم، ولد ام بي سي، فشكرا لكم. شكرا لك يا مؤيد، نورتنا، ورمضان كريم عليك مره ثانيه. اصدقائي نطلع وياكم لفاصل قصير، راجعين بعد شويه.